حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا في برنامجكم صباح الخير يا كويت ويا غادة أيضا. وكذلك يا مشاهدينا، من أيام تقريبا أقر مجلس الأمة قانون التجنيد الإلزامي واللي راح يبلش في تطبيقه إن شاء الله في سنة 2017. حول هذا الموضوع إن شاء الله، ويعني تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع اللي هو وطني بالدرجة الأولى ومهم صراحة لشباب الكويت ولأبناء الكويت، يسعدنا أن يكون ويانا إن شاء الله ضيفنا في برنامج صباح الخير يا كويت رئيس لجنة الداخلية بمجلس الأمة النائب عبد الله المعيوف. حياك الله معي، صبحك الله بالخير. وهذا صبحكم الله بالخير، وفعلا صباح الخير يا كويت. صباح النور، يسعد صباحك وصباح الانجاز، صباح العطاء، صباح التفاؤل دائما نقول دائما ان شاء الله. بس مع التجنيد وسالفه التجنيد، كنا في ناس انحبطت شويه وضاق خلقها، وفي ناس ودها تدخل التجنيد. بتكلم عن البنات، في مجال بيدخلون التجنيد؟ في خطه ها تدرسونها ولا؟ لا شوفي، احنا ناقشنا هذا الموضوع نقاش مستفيض، لان اليوم انت تدرين الكويتيين كلهم الدستور ما فرق بين المرأة والرجل في الحقوق وفي الواجبات، وبالتالي الخدمة الوطنية ما تقدر انك انت تعفي المرأة او خلنا نقول تقصي المرأة عن انها تخدم وطنها. لذلك كان عندنا جدل كبير حول دستورية هذا القانون، ولكن رأينا ان الظروف اللي نحط فيها هذا القانون وسن التجنيد الإلزامي قد يشكل مشكلة بالنسبة لأختنا المرأة وبناتنا، لأن ظروف التجنيد ومكان التجنيد والهدف من التجنيد قد يكون يعني يسبب نوع من الحرج العائلي، العادات، التقاليد. ولكن قلنا إن إذا دعت الحاجة مستقبلا أن يضاف اخواتنا او بناتنا الى 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 ان شاء الله ما نحتاج. بس انه دائما صدق المراه تسبب ربكه عدم وجودها في البيت وغيره، انه دائما هي المرتكز الاساسي، فخلوا الفكره على كتر شوي. لا وخصوصا ان احنا نتعامل مع فئه عمريه من الشباب، صح، واحنا اليوم نعرف ان الجنس الانثوي في تركيبه المجتمع الكويتي اكبر من احنا، يعني نسبتنا 3-1، وبالتالي اذا فتحنا الباب امام ما خلص ما راح نحتاج الى طيب النائب عبد الله المعيوف، بس اساسا خل يعني استوقفك عند هذه الجزئيه. القانون او القانون اللي اقر واضح وصريح انه راح يطبق ان شاء الله في سنه 2017، وحسب ما قلت لي قبل شوي تحت الهواء، اذا عمر اللي راح يلتحق ان شاء الله في التسجيل للتجنيد، الالتحاق بالتجنيد، اذا عمره 18 يوم واحد ما ينطبق عليه القانون ولا يشمل القانون. استوضح منك هذه الجزئيه. شوف، القانون راح يبدا تطبيقه بعد سنتين من صدوره في الجريده الرسميه. وعلى سبيل المثال لو قلنا صدر في الجريده الرسميه في 1/6/2015، إذن 1/6/2017 راح يبدي تطبيق هذا القانون. يوم تطبيق هذا القانون راح تجي كشوفات من البطاقة المدنية بكل كويتي ذكر بلغ 18 سنة. إذن هذيلي مكلفين. المكلف لا يعني أن يدخل التجنيد، المكلف أن يأتي إلى مراكز الخدمة ويسجل اسمه ويضع بياناته. في هذا اليوم كل واحد بلغ 18 سنة ميلادية يكون مطلوب للتجنيد. أي واحد في هذا اليوم فوق 18 سنة لو بيوم واحد يعتبر خارج هذا القانون ولا يطبق عليه هذا القانون. لكن اللبس اللي صاير إن في ناس يقولون طيب أنتوا قاعد تقولون إن من 18 إلى 35، يعني معناته اللي عمره 19 بتنادونه، اللي عمره 20 سنة بتنادونه. هذا مفهوم مو صحيح. احنا نبدأ من 18 سنة، واللي عمره 18 سنة الآن طلب للتجنيد، الآن أي تأجيل يقدر ياخذه حسب القانون إلى أن يبلغ 34 سنة. هو نفسه اللي عمره 18 سنة وبدأ التسجيل هو يقدر يأجل. هو نفسه لو صار عمره 20 نقدر نأجله، لو طلب تأجيل دراسي، لو مرافق مريض، لو أي وحيد والديه، أي من التأجيلات يقدر يأجلها. بس كل هالتأجيلات ما تتعدى 34 سنة. لو بلغ عمره 34 سنة وما دخل توقف التأجيلات ويدش يكمل إلى 45 سنة، لأن مدة الخدمة في التجنيد 10 سنين. يعني اللي يدش عمره 18 سنة
10 سنين 28 سنه يكون انهى حلو التجنيد. وايد حلو. بس اللي سمعنا كنا شلتوا الرتب من الجامعيين ولا بهذا القانون؟ نعم في هذا القانون احنا امانه لان الاعمار يعني اعمار صغيره صحيح اللي هي بدايه هذا، وبالتالي من يعني من يحصل على شهادات جامعيه او على دراسات عليا مو بالكميه اللي تكون بالمستوى العادي. يعني اليوم احنا اذا عندنا دفعه فيها 6000، مو معقول ال 6000 ذيل كلهم بيصيرون دكاتره وبيصيرون مهندسين وبالتالي في فئه. علشان كذي لان خدمه وطنيه وخدمه لمده سنه، ارتأت القيادة العسكرية أن تجربة الرتب العسكرية في قانون التجنيد السابق 102 على 1980 اللي ألغي في 2002، تجربة الرتب عملت لهم كثير من المشاكل. صحيح. لأن الرتبة العسكرية أيضا عليها بعض الارتباطات وبعض الترتيبات. اثنين، القانون هذا ليس قانون خدمة عسكرية فقط، خدمة وطنية عسكرية. صحيح. وبالتالي اليوم لو أعطينا رتب، أعطينا رتب ملازم، وهذا اللي أعطيناه رتبة ملازم حسب القانون إن بإمكان الحكومة أن توزع المجندين حسب حاجة القطاعات وحسب الاحتياجات اللي تحتاجها الوزارات. يعني لو أعطينا هذا رتبة ملازم وراح من ضمن الناس اللي يخدمون في الجمارك أو اللي يخدمون في المطار، فراح يخدم هو في المطار أو في الجمارك برتبة ملازم. صحيح. بينما هو قاعد يخدم في الجمارك وبالتالي أخذ رتبة عسكرية وقاعد يخدم في قطاع مدني. لذلك لما يكونون بدون رتب حلو قاعدين يشتغلون كلهم. حلو. أتصور يعني جزئية حيل طيبة في هذا الجانب. في عندنا واحد بالكنترول فوق يسأل مرة ثانية يقول بأن بالنسبة حق اللي عمره 22 و23 من تاريخ تطبيق القانون ما يشمل يوم واحد. يوم واحد. يوم واحد اللي عمره 18 سنة ويوم يوم تطبيق القانون. أي. يوم بدء استدعائهم. حلو. اللي عمره 18 سنة ويوم معفي. حلو. واللي وانت رايح يعني اللي سنة اللي 19 حلو. 20 30 كيفه هذا انتهى. حلو. ما هو مطلوب. شو اللي خلاكم تتخذون هذا القرار؟ ليش شنو الهدف من إقرار التجنيد الإلزامي من بعد فترة أعفي أو صار إنه يعني مو إلزامي على الرجال؟ شو اللي خلى مجلس الأمة يقر هذا القرار مؤخرا؟ شو اللي تمثل؟ لاحظي ان احنا ما حطينا إلزامي وشلنا كلمة إلزامي. ليش؟ لان احنا نعرف طبيعة الشعب الكويتي ونعرف طبيعة الكويتيين، لا يقبلون في الإلزام ولا يقبلون في الإجبار ولا يقبلون انك تفرض عليهم. صحيح. وبالتالي اليوم لما تقول ان هذا قانون إجباري غصبا عليكم راح تيون، ما تعطي نوع من الأريحية في خدمة الوطن وفي صحيح. الوطنية. صحيح. هو لا يمكن لأي دولة صغيرة أن تعتمد إلى ما شاء الله على 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 تحالفات وعلى اتفاقيات. صحيح. إذا ما اليوم هذا الشباب عديته اليوم تحتاجه بلده، تحتاجه أمته. صحيح. تحتاجه شعبه. صحيح. للدفاع عنها لخدمته، وليس فقط في الجانب العسكري، حتى في الجانب بكرة لو صارت كوارث بكرة لو صارت طارئ إلا عندك ناس منظمين. صحيح. مدربين يقومون في العملية. حتى البلد اليوم لو صارت بعض خلينا نقول الاعتصامات وبعض الإضرابات وغيرها في قطاعات مهمة، من يقوم بهذا العمل؟ لذلك كان هو القانون قانون خدمة وطنية، وبالتالي أنت اليوم تبي تجهز هالشباب لخدمة وطنهم. حلو. مو بس في الجانب العسكري، الجانب العسكري جزء لكن أيضا في الجوانب أخرى. بكرة لو صار عندنا نقص في الجمارك، عندنا نقص في المطار، عندنا نقص في الإسعافات الطبية، عندنا نقص في المخافر. اليوم كثير من 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 الناس تشكي إن ما في دوريات. صحيح. ما في أمن في وايد من المناطق. ليش؟ لأن فعلا في قلة في العدد. حلو. في الأفراد، فبالتالي يكون أنت عندك يعني شريحة تقدر تعتمد عليها. شريحة تعتمد عليها. هذا جانب. الجانب الآخر والجانب المهم إن اليوم كلنا يجب أن نكون صريحين في الوضع الحالي. اليوم كثرت المخدرات بين الشباب. صحيح. الشبو
التشبه بالنساء، الجرائم، التسكع في الشوارع، عدم الانضباطية، غيرها، كل هذه اليوم انتشرت ما بين الشباب. صح. احنا ما نلومهم لأن تغيرات الوضع، الفراغ غيره. اليوم علشان تحافظ على هالمكون الرئيسي اللي هو عماد هذا الوطن، يجب أن تحافظ عليه، يجب أن تحتويه من خلال قانون يدخل ويشتغل. وهذا أنت تساعد حتى الأسرة. صح. هذا اللي قاعد مثلا مني لين يشتغل، وإحنا اليوم تعرف عندنا مشكلة كبيرة في 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 في, في التوظيف. صحيح. أنت راح تدخله وراح تعطيه راتب. صح. وبالتالي أمنت لنوع من الاستقرار. اليوم المجند اللي يدش راح يأخذ راتب. مش مكافأة، هي اسمها مكافأة، بس راح يأخذ راتب بما يعادل شهادته في سويناها مع العسكري اللي موجود. تمام. طيب نائب عبد الله المعيوف، بس ودي استوضح منك شغله بالنسبه حق، لان اثير هذا الموضوع بالنسبه حق العاملين في القطاع الخاص بانهم مستثنين من هذا القانون، شنو مدى صحه ودقه هالكلام؟ شوف، هذا مو موجود في القانون نهائيا، وبالتالي احنا نتعامل زين، الكويتيين يتعاملون مع القانون ولا يتعاملون مع اقتراحات أو توصيات. هذه توصية اطلعت من بعض أخواننا في مجلس الأمة عندما تم مناقشة وضع تكلفة على القطاعات الخاصة أو الشركات الخاصة إذا كانوا عندها مجندين وطلبتهم للتجنيد، مع العلم بأن القانون واضح جداً. القانون لا يسمح لأي كويتي مطلوب للتجنيد بالعمل لا في المؤسسات الحكومية ولا في المؤسسات الخاصة إلا بعد ما ينهي تجنيده. يعني إذا أنت رحت بتشتغل في شركة، متخرج من الجامعة، عندك ماجستير ورحت بتشتغل في شركة، أول طلب يطلبونه منك يجيب لنا شهادة من التجنيد أنك خادم. صحيح. وبالتالي اللي يبي يطلع من الشركة ما هو موظف في الشركة. نعم. إلا بعد ما يخدم راح يلتحق في شركة القطاع الخاص. حلو. وراح يطلب كاحتياط شهر. حلو. لكن ما راح يدش مجند. نعم. وهو يعمل في القطاع الخاص أو يعمل في القطاع الحكومي، لازم أول ينهي تجنيده. تمام. هني الإخوان رأوا، يعني أصحاب الاقتراع، أن إحنا كانت وجهة نظر ووجهة نظر اقتصادية. صحيح. وجهة نظر تساعد على التنمية. شلون؟ قالوا ان احنا اليوم اذا عفينا من يعمل في القطاع الخاص راح نشجع القطاع الخاص. أيه. راح نخفف العبء على الحكومة في الباب الاول من الرواتب. حلو. ونخفف مشكلة الطوابير التوظيف. صحيح. وبالتالي كل واحد يروح يشتغل بالقطاع الخاص هربا من التجنيد. وهذا ينفي أو تنتفي أهمية هذا القانون. صحيح. أنا حاطين هذا القانون. نعم. علشان نخلي الشباب يخدمون بلدهم. صحيح. إذا احنا اليوم عطيناهم باب وقلنا لهم روحوا انحاشوا على الخدمة. نعم. روحوا اشتغلوا بالقطاع الخاص لأن أنا بخفف عن الدولة وعن الحكومة، هذا مو صحيح. صحيح. وإحنا كلجنة الداخلية والدفاع ضد هذا التوجه. صحيح. إضافة إلى أن ما في ضوابط. وبالتالي اليوم أنت اللي روح القطاع قال لك أنا ما بيت، تفضل، قال أنا بروح القطاع الخاص. إيه. راح أسس له شركة، أو أبوه عنده شركة أو عمه عنده شركة، قال يبا تعال أنا عينك كيف القطاع الخاص. تروح للتجنيد يقولوا لك بس خلاص رحت بالغ... أنت معفي. بعد شهر شهرين سنة ترك. صحيح. الشركة. أي. ما تقدر تقول له تعال لأنك عفيته. طبعا. وبالتالي روح يشتغل بالحكومة. طبعا. إحنا ما نبي منفذ. صحيح. للهروب من أداء يعني القانون الوطنية. مطبق سواء خاص عام، مطبق على ذكور ورجال في. نعم. هذه التوصية غير ملزمة للحكومة. صح. وبالتالي احنا من هالمنبر نقول الحكومة يجب ان ترفضين هذا. صحيح. يجب ان نعالج مشكلة القطاع الخاص والتنمية وتنمية الاقتصاد من خلال تشريعات أخرى، من خلال دعم آخر، مو من خلال أني أعفي وأسوي تمايز. أنت والله تشتغل بالشركات إذا أنت ما تأدي ولا لك شغل في الدور الوطني، وأنا لأني أشتغل في الحكومة يمشي علي القانون، تمشي علي القانون. وهني نقول أن ليش نترك مجال اللي صحيح. اللي يصطاد هذا عمل وطني بغض النظر، يعني اللي يصطاد في الماء. ويقول لك أنتوا خلقتوا استثناء للتجار.
وهذا احنا ما نقبله لان اساسا التجار جزء من مكونات هذا المجتمع صحيح. وبالعكس هم عملهم وطني من خلال ما هم كويتيين وباقي شرائح بكل المجتمع كويتي وبالتالي ليش نذب عليهم تهمه صحيح. هم صحيح. في صحيح يمكن بس انا تكلمت استاذي الفاضل عن ان المراه بعيده شوي عن هالقانون لكن اي بس في حكي داير وصار في الجرايد انه لا يعني احتماليه كبيره انها تدخل في المجال خاصه انها دخلت في السلك الداخليه السلك العسكري الداخلي فما في بصيص امل حق مراه تدخل تجنيد او لا او فكره مقدمه في فرق بين العمل التطوعي هو في عمل الـ يعني خلينا نقول الشغل صحيح يعني اللي راحوا الداخليه راحوا كوظيفه صحيح احنا ما هني عمل وطني وعمل تطوعي بس نحتاج ترى حتى نحن البنات يعني هذا شيء وطني يعني اتوقع انه يكون في طريقه اخرى يعني بامكان جمعيات النفع العام وال النشطاء في هذا انهم يعني يكونون مثل هذه، لكن ارجع واقول ان لما نينا نبدا هذا القانون استثنينا الاخوات لان الشريحه اللي راح نشتغل عليها 18 سنه لا زالت بنيه صغيره صحيح. وفي مجال الدراسه ولو طلبتيها راح تبدي تاجل، لو اجلت بعدين راح تتزوج صحيح يعني البنت ممكن تتزوج هي ما تشتغل صحيح وبالتالي القانون ما يضرها لكن الرجل لا يمكن أن يتزوج بدون ما يشتغل صحيح. وبعدين راح ندش في متاهات الحمل يعني مستبعدة كليا عن هذا الموضوع طبعا. أنا أقول يعني خلونا كذي أحسن ولا شرايك والله لكن, لكن أقول لك هي محطوطة كحاجة ممكن بقرار من وزير الدفاع ويعرض على مجلس الأمة حلو. أن تطلب هذا العمل طيب نائب عبد الله المعيوف ودي أذكر بس مرة ثانية بتاريخ تطبيق القانون اللي أقر في مجلس الأمة سنتين من يعني بعد سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بعد سنتين يبدأ تطبيق القانون تمام طيب بالنسبة حق قلنا تكلمنا عن شريحة العاملين في القطاع الخاص وبشكل عام شلون راح يتم ضبط يعني ضبط الشباب اللي راح يبلغ إن شاء الله 18 سنة في جلبهم لمراكز التسجيل شوف يعني في آلية معينة في طبعا في تعاون ما بين الهيئة أو الإدارة اللي راح تنشأ في وزارة الدفاع اللي هي هيئة التجنيد العمل شو اسمه التجنيد أو خلينا نقول الخدمة الوطنية العسكرية هذه راح يكون بينها وبين كل مؤسسات الدولة ربط أول بداية الربط راح تأتي كشوفات من البطاقة المدنية بكل من بلغ عمره 18 سنة في يوم تطبيق هذا القانون سيتم الإعلان بواسطة وسائل الإعلام حلو أن وستم الإعلام إعلان هذا بواسطة الصحف والتلفزيونات وغيره وأيضا عن طريق وزارة الداخلية بإعلامهم أو إعلانهم عن طريق المخافر وعن طريق المختارين في كل منطقة يعني عملية مرتب لها بطرق متسلسلة الآن خلينا نقول حق الشباب شنو المميزات اللي موجودة في هذا القانون لا تأخذونها على القانون السابق إنه والله سووكم مطاريش وسووكم سواق والبعضكم يقول انه والله صارت العمليه عمليه مزاجيه ناس يقعدون ببيوتهم وناس يقطونهم في هالبر والشول خلنا نشوف شنو الميزه لك يا شاب صحيح. في هذا القانون هذا كلامك متم هذا اللي بيرني حق سؤال كونك عسكري سابق وعشت هذه الاجواء شنو ممكن يحقق التجنيد بشكل كبير على نفسيه الانسان على حبه على وطنيته على عطائه بالطبع اليوم الشاب لما يخدم وطنه من أي جانب وبالتالي أنت اليوم ما حددته في جانب معين قد لا يرتاح له صحيح. يعني اليوم أنا أخدم وطني لكن ما بيخدمه كعسكري نعم. أنا أخذت الدورة العسكرية لكن أنا أحب أخدم وطني في قطاع آخر مدني صحيح. مثل الجمارك مثل المطار مثل الإسعافات الأولية مثل المطافي مثل أي مكان تحتاج الدولة لهذا يروح يخدم وطنه من خلال هذا المكان اثنين انت اليوم هذا القانون شجع على الدراسة وشجع على التحصيل العلمي حلو. صح تبي تأجل دراسة بإمكانك تأجل إلى الدراسات العليا اللي بعد الدكتوراه حلو. صحيح تستطيع أن تؤجل اثنين وانت في هذا التجنيد حلو. زين
عندك ميزتين. اول شيء انك تاخذ راتب، وبالتالي اليوم انت السنه صحيح. اللي قاعد فيها في التجنيد ايضا قاعد تؤدي عمل وطني، وبمقابله قاعد تدفع. فاليوم اولياء صحيح. الامور يدرون هذا الولد اللي راح، يعني هذا القانون او هذا الاقرار لصالحه بالاول وبالاخير بالاخر يعني. النقطه الاهم صحيح. ان اللي يجي ويدخل التجنيد ويؤدي لا الاولويه في التعيين. حلو. هذه ميزات. هذه ميزه جميله، لان هذا يا ادى واجبه الوطني وعمل صحيح. هذا، وبالتالي اللي ليه الحين ما دش قاعد ياجل، انا اعطيه هذا اولويه للي خدم صحيح. لكن اللي قاعد ياجل لاي سبب، ان كان سبب مرض او سبب، يعني الميزات جدا جدا جميله ودافعه للمشاركه في هذا العمل الوطني. شكرا لك النائب الفاضل عبد الله المعيوف، وجودك اقرارك لهذا القانون الجميل من جديد ان شاء الله نتمنى يكون على ارض الواقع قريبا جدا. شكرا لك وجودك معنا في صباح الخير الكويت كسبق صحافي اذاعي تلفزيوني من خلال تلفزيون دوله الكويت. طبعا احنا نحب العمل الوطني، وبالتالي يعني اول ناس يجيكم انتم حتى نعطي دعم للتلفزيون الوطني، هذا ما ونعطي نعم ايضا دفعه لان نشجع ايضا العمل في عساك القوة. النائب عبد الله المعيوف مشكور، ما قصرت على هذه يعني على هذا التميز، ميز تلفزيون الكويت بهذا السبق الإعلامي في قانون التجنيد اللي راح يطبق إن شاء الله بعد سنتين من إقراره في الجريدة الرسمية. شوف الكادرات طلعت ها أكيد من البيت العامر الكويت بناصر، كنا معاكم، نكون دايم سلام في أمان الله.